لابد من الموت، ولكن الذي يموت على الإسلام وعلى خير يغبطه المؤمنون، خاصة عند فساد الزمان. فلقد أخبرنا الصادق المصدوق صلوا عليه أن العبد المؤمن في آخر الزمان حينما تكثر الفتن والهرج والمرج ويخاف على تقلب قلبه، إذا مر على قبر يضم عبدا من عباد الله يغار منه ويتمنى لو كان مكانه لكثرة ما يرى من الفتن. من هؤلاء؟ الذين يخافون على قلوبهم من أن تتقلب بسبب الفتن. ولذلك فالمؤمن دائما يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فلقد نامت عائشة بجوار زوجها رسول الله وفي جوف الليل تفقدت مكان النبي ولم تجده، ففزعت وتساءلت أين ذهب الحبيب، ثم قامت فزعة، وحينما وقفت تراءى لها النبي ساجدا في جوف الليل وصارت تسمعه في جوف الليل يجأر إلى الله ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فظلت تنتظر النبي حتى يرفع من السجود، فلما فعل قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتخشى أنت على قلبك من أن يقلب يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأخبرك أنك خيرة خلقه من عباده، صاحب الشفاعة واللواء المعقود والحوض المورود، ومع ذلك تقوم في الليل خلسة لا يراك إلا هو، ثم تدعو الله مستغرقا الجأر إليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ففاجأها النبي الحبيب صلوا على الحبيب قائلا: يا عائشة، ما من قلب عبد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فسل الله أن يقلب قلبك للخير، فإنما الأعمال بالخواتيم، إن الذي فتت الأكباد وفتت أكباد العارفين أنهم تذكروا ولم يغب عن ذهنهم مسألة الخاتمة كيف تكون. كم من رجل أو امرأة يشار إليه ببنان الصلاح وهو عند الله والعياذ بالله من أهل النار، وكم من عبد تشار إليه الأصابع ويذمونه يعتقدون أنه حطب لجهنم وهو عند الله من أهل الجنة، لأن العباد صناديق لا يعرف ما فيها إلا الله، ولا يطلع على قلوب العباد إلا رب العباد. قال الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: الناس على أربعة أصناف فيما يتعلق بعاقبة المرء: عبد ولد مؤمنا وعاش مؤمنا ومات مؤمنا هنيئا له، وعبد ولد كافرا وعاش كافرا ومات كافرا أبعده الله، والثالث: عبد ولد مؤمنا وعاش مؤمنا ومات كافرا
قلب قلبه. وعبد ولد كافرا وعاش كافرا ومات مؤمنا. إنما الأعمال بالخواتيم. لا تظنن وأنت في الدنيا أنك ستموت وفق اختيارك، لا، ستعيش مفتقرا إلى ربك خائفا من سوء العاقبة. فإن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال إذا أحب الله عبدا وفقه عند نهاية عمره لعمل صالح فعمله فكان أن ختم الله له بخير الأعمال فرتب الله على الخاتمة الطيبة دخول الجنة. الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا الله يا رب، حبيبك محمد تمن عليه أنك لو لم تثبته وهو خير الخلق. الله، فكيف يقول العبد المذنب مثلي؟ يا الله، باستقراء سيرة خيرة الخلق من بعد النبي تجد كثيرا ممن هم في الإيمان كالجبال الراصيات ومع ذلك انزلقت أقدامهم في طريقهم إلى الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حاطب بن أبي بلتعة من أهل بدر وقع فيما يسمى بالخيانة العظمى، فنقل أخبار النبي في طريقه لفتح مكة إلى المشركين، فقال النبي حينما أخبره الله لما فعلت ذلك يا حاطب؟ وكان ممن اصطفاهم النبي بإقرار السر لهم، يعني هم أقرب الناس إليه لأن سر العملية كانت محدودة. وخص الله ونبيه بأقرب الناس للنبي كان من بينهم حاطب، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا فقد نافق. فقال النبي مهلا يا عمر، لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا كان رجل من أهل بدر يقع له ما يقع فكيف نحن يا رب؟ فالمؤمن يعيش خائفا وجلا من أن يختمله على غير ما يود ويحب فيظل مفتقرا إلى الله. باختصار، أن العبد وهو ينظر إلى العاقبة ينظر إليها بوجل، ووجله من خوف العاقبة يجعله لا ينسى أبدا أن يظل بباب الله يطرق بابه يسأله ألا يكله إلى غيره. فقد رأى الإمام الترمذي رسول الله في المنام فقال له يا رسول الله إني أخشى سوء العاقبة. الترمذي وما أدراك ما الترمذي من أهل السنن. فقال النبي أكثر من قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. فإن أوكلتني إلى غيرك يا ربي فقد أوكلتني إلى الخيبة والضيعة والخبال. فمن اعتمد على غير الله ذل وضل وزل واضمحل، ومن اعتمد على الله ولجأ إلى بابه ما بل وما ضل وما زل وما اضمحل. إنما هو العز عز الدارين. لا تنسى إن الصحابة في غزوة أحد جاءوا إلى رسول الله وكذاك المؤمنون
دائما ينوهون بأصحاب الفضائل في أمة أغلب قلوب أفرادها كالحليب لا حسد لا تباغض، فجاءوا يخبرون النبي حتى يوشح صدر أحد الصحابة، قالوا ما رأينا اليوم كقزمان، هذا رجل قزمان أشد بلاء في الأعداء، يقاتل مقبلا غير مدبر، كأنهم يريدون من النبي أن يجزيه بدعاء أو بكرامة أو، فقال دعوه فهو في النار. الله 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 الله، الذي لا ينطق عن الهوى يخبرهم أن هذا الذي يقاتل بشراسة يدافع عن الدين وعن راية الإسلام هو من أهل النار، فعادوا والحيرة تكاد تقتلهم، فلم يصبروا فعادوا إليه وقد لاحظوا أن الرجل يفعل في الكافرين الأفاعيل. قالوا يا رسول الله اسمح لنا، إننا نريد أن نؤكد على ما أخبرناك به سابقا آنفا، إن قزمان أشد الناس والصحابة بلاء في القتال. قال لا خير فيه فهو في النار. فلما قالها الثانية تبعوه وقد صدقوا وانتظروا المآل والخاتمة، فلما جرح لم يتحمل ألم الجرح وجاء بالسيف فوضع ذؤابة السيف في بطنه، ثم اندفع حتى دخل السيف واندق في بطنه وخرج من ظهره فقتل نفسه. فجاءوا إلى النبي صارخين بأعلى أصواتهم قتل قزمان نفسه، صدقت يا رسول الله؟ فقال النبي إنما الأعمال بالخواتيم. انظر بما يختم لك، انظر بما يختم لك، انظر بما يختم لك، سل الله أن يختم لك بخير. لذلك أود بين أيديكم أن أضع الأصبع على أمر لألفت انتباه من يسمع هذا الكلام. العصمة لم يكتبها الله إلا لأنبيائه، وكل عباد الله خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وإنما الأخطاء نوعان، ذنوب بينك وبين ربك تقترفها تسترها عن أعين الخلق، فأنت إلى عفو الله أرجى، لأن الله واسع حليم ويحب من عبده إذا عصى الله أن يعصيه مستترا، وأن تكون المعصية بينه وبينه، وأن يعود مسرعا بين بعد المعصية إلى ربه مستعتبا مستغفرا. إن كان ذاك حالك مع الله فأنت على الجادة والطريق، فليس هناك عبد لا يعصي الله البتة. إنما الله تعالى سمى نفسه اللطيف الخبير الرحيم الغفور ليغفر ليرحم ليلطف بنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عصى عبد الرب في الحديث الصحيح فرجع على التو والسرعة إلى ربه فقال أستغفر الله نادما مستعتبا. قال الله في الملأ الأعلى للملائكة
عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له رب واحد يغفر الذنوب فلجأ إلي واستغفرني، أشهدكم أني قد غفرت له ما دام عاد إلي بعد الذنب ولم يتمادى في العصيان. لأن العبرة ليست بالمعصية، فكلنا عصا، كلنا ذلك العبد، ولكن العبرة هو أن تعود بعد المعصية. هذا عبد الله. الله يحب التوابين، أي كثير التوبة، والذي يكثر التوبة يكثر الذنب، فلا يكثر التوبة إلا من أكثر الذنب. فالله يحب هذا الذي يتوب كثيرا. ثم استزله الشيطان فوقع في نفس الذنب فندم واستعتب وقال أستغفر الله. فقال الله للملائكة إن عبدي هذا عاد إلى الذنب مرة أخرى، واستهوته النفس الأمارة، واستزله الشيطان اللعين الذي يتربص بالعبد ما دامت روحه تتردد في صدره. ثم استغفرني أشهدكم أني قد غفرت له. فيستزله الشيطان في الثالثة فيندم مرة أخرى فيعود إلى الله فيقول أستغفر الله. فيقول الله في الثالثة اذنب عبدي ذنبا وعلم أن له رب واحد يغفر الذنوب فلجأ إلي ولم يلجأ إلى غيري، أنا غافر الذنب وقابل التوب، أشهدكم أني قد غفرت له فليفعل ما يشاء. هنا وقف بعض العلماء كثيرا فليفعل ما يشاء، هل معنى ذلك أن الله تعالى قال يقول الملائكة هذا الذي أذنب ثلاث مرات نفس الذنب في اليوم وعاد ثلاث مرات كأن الله يرخص له أن يفعل ما يشاء؟ لا، المعنى أن هذا العبد عالم علم أنه في حالة ما إذا عصى الله غير متعمد ولكن وقع تحت قهر الشهوة أو في وقت الغفلة فإنه يعلم أن الشيطان لن يدخل إليه من باب اليأس من رحمة الله ويقول لا لقد عصيت الله عصيانا كبيرا وليس لك إلى الله عتبا ولن يغفر الله لك، فيدفعه من المعصية إلى معصية أكبر وهي اليأس من رحمة الله. والله يقول ولا تيأسوا من رحمة الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا إذا كان الذنب بينك وبين ربك فإن الأمر يبنى على المسامحة. حقوق، عقلوا على هذه القاعدة، حقوق الله تبنى على المسامحة، لأن الله تعالى إذا كان غير جنته هو الأمور اللي بنكبله يعني إن شاء غفر وإن شاء عذب، ولكن رحمته كما قال غلبت غضبه، هذه معروفة. والله تعالى يحب أن يغفر يا الله، ويحب أن يعفو، ويحب أن يلطف بالعباد. الله لم يخلقنا ليعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله إن تشكروا يرضه لكم وإن تكفروا لا يرضه لكم. الله تبارك وتعالى ما خلقنا أبدا ليعذبنا أبدا، لا إله إلا الله. الثاني إذا كان العبد بينك وبين المخلوقات، هنا إذا كنت في هذه الحياة عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، أنك تذنب في حق العباد فحقوق العباد على عكس حقوق الله تبنى على المشاحة. ولذلك فإن الميت إذا مات وحشر وبعث تخرج له يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره الله وهو الديوان الذي يدون فيه ذنب يسمى الشرك. إذا مات العبد مشركا عنده ثلاثة دلكتوب، إن الله لا يغفر له شرك به، مات مشرك لا حول ولا قوة إلا يشرك بالله، هذا ما عنده ما ندير له. والديوان الثاني فيه ذنوب بينك وبين الله، هذا إلى عفو الله أقرب وأرجى. والديوان الثالث تدون فيه الذنوب التي بينك وبين الخلائق، هذه لا يترك الله منها شيئا
وربي ربي 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 ربي. لن يدخل أهل الجنة إلى الجنة ولا أهل النار إلى النار حتى يأخذ أهل النار حقوقهم من أهل الجنة ويأخذ أهل الجنة حقوقهم من أهل النار، حتى إن الشاة الجلحاء التي لا قرن لها وكانت تنطحها الشاة القرناء يحشران يوم القيامة فتعطى الجلحاء قرونا وتنزع قرون القرناء، فتقوم الجلحاء بقرونها التي أعطاها الله إياها يوم القيامة بنطح الشاة الأخرى كما نطحتها في الدنيا، فيقال لها بعد أن تأخذ حقها كونوا ترابا. هم ما يدخلوش الجنة ولا النار. هذا قمة العدل، قمة العدل. قد يقف العبد بين يدي الله فيجد طائرا يرفرف بين يدي ليقول سله لما ذبحني، فيهلك في طير ذبحه في غير منفعة. هرة دخلت من أجلها امرأة النار حبستها بين الخلائق بشرا وبهائم وبيئة وأشجار. من قطع سدرا في أرض الحجاز بغير حق أكب الله وجهه في النار. سدرا، سدر، لأن الناس يحتاجون إلى السدر الذي يتبول أو يتغوط تحت ظل المسلمين وفي ماء المسلمين وفي طرق المسلمين ملعون. سماها النبي الملاعن الثلاث، قال اتقوا الملاعن الثلاث. ما من الملاعن التي يستوجب فاعلها اللعن والطرد؟ قيل ما الملاعن الثلاث؟ قال أن يتبول أو يتغوط الرجل في ثلاثة أماكن، هي أماكن عمومية تحظى بكونها تستعمل من قبل العامة: ظل المسلمين تحت الشجر، وطرق المسلمين، ومياه المسلمين. إذن فهناك ذنب بينك وبين الخليقة أرضا وجوا وبشرا وبهائما ومخلوقات كلها، هذه تبقى في القصص. وربي ربي 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 ربي. قيل يا رسول الله فلانا تقوم الليل وتصوم النهار إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها فهي في النار، فإن الله لا ينظر إلى صلاتك وصيامك وأنت عياذا بالله تؤذي الخلق، فما افترض الله عليك الصلاة والصيام والذكر إلا لترتيب قلبك حتى يكون متحننا على خلق الله. كيف تصلي وقلبك قاس على العباد؟ ما فقهت المقاصد التي من أجلها شرع الله العبادات؟ قال النبي في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة وكلكم يحفظه: أتدرون من المفلس؟ وكانوا يعرفون المفلس بمفهومه اللغوي الذي خسر المال، كل المال في التجارة، وإذا بأصحاب الديون يطالبون بحقوقهم ولم يجد القاضي إلا أن يضع ما بقي من ماله في المزاد العلني يباع، فيأخذ الأموال فيوزعها على أصحاب الحقوق. هذا مفلس طومبيون فايت. فقالوا كما نعرف المفلس فينا من استغرقت الديون كل ماله ليس له درهم ولا متاع. قال لا، المفلس من أمتي هو من فعل طاعاته بينه وبين ربه، ولكن بينه وبين الخلق استهتر، الذي يأتي يوم القيامة بكثير صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة، ولكنه عياذا بالله ما حجزت هذه الطاعات عن المحارم والعدوان على خلق الله،
فإذا به ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وغدر بهذا ومكر بهذا وغش هذا وخدع هذا وزور على هذا واغتاب هذا ونم هذا وربي ربي 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 فيأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال إذا رآها ظن أنه ناج لا محالة ولكن حينما يفتح الكتاب ويرى أن الخصماء كثر وينادى عليهم كل باسمه فإذا بكل صاحب حق على كاهله يأخذ من الحسدات على قدر مظلمته فتفنى الحسنات ويبقى الكثير من أصحاب الحقوق عليه فيقولون ربنا فنيت حسناته نحن نريد حقوقنا فيقول الله لقد فنيت حسناته فيقولون ربنا نريد أن يحمل على كاهله من خطايانا على قدر مظالمنا فتطرح عليه خطاياهم على قدر مظالمهم فيطرح في النار. لذلك اللي مات وما عندوش ذنوب بزاف مع بنادم هذا هو السعيد. الناس يشوفوا السيد ما صلاش بزاف ما صلى ما صامش بزاف هذا راه ديفو ولكن هذا بيركم ربي هذا مولانا هو يتكلف بذاك الشيء خاطئك. لكن اللي مات والناس تلقى عليه واحد يسلو كريدي واحد غشوا واحد خدعوا واحد ظلموا واحد ضربوا منين يموت علاش النبي قال لك الميت رجلان مستريح ومستراح. المستريح هو اللي كان يدير الخير فذهب ليستريح بعد العناء اما المستراح من يستريح منه البلاد والعباد البلاد يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والعباد يظلمهم ويتجبر عليهم ويتكبر عليهم ويحسدهم على نعم الله ويبغضهم ويقاطع الرحم ويرفع صوته على والدته ويأكل يأكل أموال الناس ويأكل الربا والرشوة ولا يؤدي ما عليه تجاه أحبابه غدا هذا ما يسمحوا لك شتي ربي يسمح لك بصح غدا تخيل الحديث نتاع النبي يوم القيامة يأتي الوالد إلى ولده في عرصات يوم القيامة فيقول من أنا؟ قال أنت أبي. قال كيف كنت لك في الدنيا؟ قال نعم الأب. قال أولا تكافئني اليوم بحسنة لما ترى ما نحن فيه من ورطة؟ فيقول يا أبتي نفسي والله إني على نفسي أشد خوفا منك على نفسك. ويأتي الزوج إلى زوجته من أنا؟ زوجي. كيف كنت لك يا أمة الله في الدنيا؟ كنت نعم الزوج. أولا تكافئيني اليوم بحسنة لعل الله تعالى يجعلها سببا في النجاة من عرصات يوم القيامة؟ قالت والذي نفسي بيده لأنا أحوج إليها منك. اسمح لي. فسجل الله هذا الموقف في قوله تعالى من سورة عبس فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى لا إله إلا الله ربي ولا أشرك به أحدا ما أحلى كلام ربي.
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا فاطمة اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا يا عباس يا عم رسول الله اعمل فإني لا أملك لك من الله شيئا الشاهد عندنا أن الذنب الثاني بينك وبين الخليقة ينبغي أن تحرص كل الحرص على أن لا تقع فيه لأن القضية واسم قضية واسم قضية قضية خلاص وانت شو واش تدي الخلاص تاعك ولا ما تديش شو واش تدي ولا ما تديش ما عرفنا واش غادي تدي شحال صليت انت شحال صدقت باش تخلص الناس الشاهد أن ظلم العباد وأكل أموال العباد شيء جلل الشهيد يغفر له كل الذنوب قبل أن تلامس القطرات الدم أديم الأرض إلا الدين الشهادة يغفر الله بها كل إلا الدين الشهيد الدين لا يغفر لأنه حق من حقوق الناس إن النبي كان إذا مات الرجل يقول هل على صاحبكم من دين فإن كان عليه دين خرج ولم يصلي عليه ويقول صلوا على صاحبكم وإن لم يكن عليه دين صلى عليه وإن كان عليه دين فقالوا عليه دين فيهم بالخروج فينبري أحد الصحابة فيقول صلي عليه يا رسول الله ودينه أمانة على رقبتي فأنا سأؤديه لصاحبه فيصلي عليه فيظل النبي في كل صلاة من الصلوات الخمس يسأل الرجل الذي تحمل على كيد أأديت الدين عن صاحبك قال ما زال العصر أأديت ما زال المغرب أأديت العشاء أأديت غدا الصباح أأديت أديت يا رسول قال الآن الآن برد جلده الآن برد جلده الكريدي يا أخويا الكريدي تأكل تاجر وتأكل كياو واحد العادات نتاع مسائل شفناهم ولا اخوتنا ما خلاوش الناس قاعد دير الخير السيد باني الدار وجاب خوه قال له سكن وبقى يخلص الماء والضوء ويزيد له 150 الف فرنك باش يعيش ومن اللي دار انتريجا قال له خويا وهدرك سكنت وداك الشيء غادي نجي نسكن في داري قال له روح للمحكمه ها المحكمه خوه أولادي يا خويا ولد ما يا ولد ما يا ولد كرش ما أولد ما هكذا درنا قال واش من ولد أمك هذا عدو أمك دبر والله ما خرج إلا بالملايين وأعرف قصصا مشابهة اعلم في النهاية خاتمتك الطيبات تنبني على أساس رحمتك بالناس عدم ظلمك للناس فإن رب الناس غني عما تفعل تجاهه لو أطاع الخليقة كلهم ربهم ما زادت طاعة في ملك الله
ولو عصوه جميعا ما نقص ذلك من ملك الله، ولكن إنما افترض عليكم فرائض لكي ترقق قلوبكم وتملأ قلوبكم بمراقبة الله في عباد الله. قال النبي فيما يرويه عن ربه بالنسبة لمقصد الصلاة: إنما أتقبل الصلاة ممن اسمع أخويا نكمل بالحديث، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستاطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين والمصاب وذا الحاجة والأرملة واليتيم. نعود لك، جعل لي راه يركع ربي يقبل الركوع كاين اللي يركع وقلبه يتعبد في محراب الدنيا. إنما هي حركات. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، يأتي إلى الله من باب الفقر ولم يستطل بها على خلقي، لم يتكبر. من يضع وجهه متربا وجهه للحي لا يتكبر على الناس، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولم يبت مصرا على معصيتي، يبيت نادما تائبا مستغفرا مستعتبا، لأنه لا يدري أيعيش إلى الفجر أم لا. وقطع النهار في ذكري ورحم الفقير المسكين المصاب الملهوف المحروم ذا الحاجة الأرملة الضعفاء الضعفاء المحرومين. الله يرحم أخونا، الله يوسع عليه. أمين.